مدينة الرعب المهجورة. ده المسجد، مسجد مهجور. المفروض ان دي المدينة مهجورة طبعا بالليل، بقى مهجورة الصبح بتخوف، ما بالك مهجورة بالليل. انا انصح اي واحد قلبه جامد يجي يجرب التجربة دي. بسم الله الرحمن الرحيم. لو حد شاف حاجة في الفيديو قول لنا. عاوز اقول لكم يا جماعه ان دي تجربه مش اي حد هيقدر يغامر وياخدها. احنا في وسط الصحراء، ظلام داكن، مدينه مهجوره زي ما انتم شايفين، مفيش صريخ ابن يومين، وده مسجد مهجور. طبعا احنا ماشيين على ضوء السياره. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وانتوا مش متخيلين الشعور ان انت تبقى في الصحراء في مكان انت عارف انه مهجور، ومكان كله بيقول عليه ان هو بتاع اشباح، وانت ماشي وبتتجول فيه. الضوء والرؤية صفر، مفيش نور للسيارة، متشوفش حاجة. رعب رعب رعب. احنا ماشيين بالسيارة في وسط المدينة المهجورة دي، يا رب ما نغرس، لو غرسنا انسى بقى، عفاريت هياكلونا.